ازيكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من اخبار الاسبوع. النهاردة عندنا اخبار غريبة شوية، يعني بالنسبة للاسبوع الغريب اللي عدى دوت، وبالذات اخر خبر من جوجل. فتأكد انك تكمل الفيديو لاخره عشان تشوف اخر خبر، او تقدر تروح التويت دوت وتشوف اخر خبر وخلاص. فبدون تأخير خلونا نبدأ. اول خبر من شركه تي سي ال اللي هي المعروفه باللي هي بتعمله في موبايلات البلاك بيري، وهي شغاله على مشروع او شغاله على موبايل جديد تعمله باسم بالم بيبيتو. بالم بيبيتو المهم في الموبايل دوت، هو المواصفات الغريبه برضو بتاعه الموبايل او النوستالجيا بتاعه الموبايل دوت. الموبايل بيجي بتصميم مش باين قوي، يعني التصميم بتاعه والصور اللي عندي تصميمه غريب كده، تحسه قديم قوي. بيجي بمواصفات غريبة برضو، بيجي بشاشة بحجم 3.3 بوصة بدقة HD 720 بي، وبيجي باندرويد اوريو، وكمان بطارية بساعة 800 ملي امبير. 800 ملي امبير، انا مش عارف شركة تي سي ال بتفكر في ايه بالموبايل دوت، او ايه الغرض من الموبايل دوت، وايه نوع البروسيسور اللي هيكون جوه الموبايل دوت. بس ما علينا، هو ده الخبر اللي انا اقول لكم الاخبار. مش هتوغل في الموبايل ده قوي. تاني خبر معانا من شركة اوبو، وهو الاعلان على الاوبو F9 اللي هيتم الاعلان عنه في يوم 15 اغسطس اللي جاي. وهو بيجي بتصميم شبيه جدا للاسنشال فون 1 او البي اتش 1 من شركة اسنشال، واللي بيجي بشاشة مقاومة للكسر والخدوش والصدمات والوقعات. يعني انت لو جيت توقع على الموبايل مش هيحصل له اي حاجة. شفنا حاجة شبيهة بكده من شركة موتوريلا، اول ما هم عملوا في الموبايل الموتو زي فورس تقريبا، او الموتو زي تو فورس اللي هو كان مقاوم للصدمات. اول ما هو بيقع ما بيحصلوش اي حاجة في الشاشة. وشكل الاوبو اف 9 هي منه نسخة برو، وكمان حجم الشاشة الى واجهة الجهاز، او يعني نسبة الشاشة اللي واجهت الجهاز الواجهة الأمامية بتعدي 93%. فانت ده تقريبا أكبر مساحة مستغلة من واجهة الجهاز في الشاشة، فده تقريبا هياخد رقم قياسي كده زي الاسنشال فون مثلا. الخبر الجاي بقى معانا مش مهم قوي، هو من قبل، وهو ان الايفون 10 اسرع بنسبة بسيطة جدا، او اسرع في المالتي تاسكينج او المالتي كور سكور في بعض البنشمارك عن الجالكسي نوت 9 اللي هو لسه نازل جديد. بمعنى ان هو في بعض البنشماركس اسرع منه بشويه في تعدد المام او في عدد الانويه بسرعتهم. دوت بحاجه ما بتفرقش قوي، مش مهم قوي كده كده، ما حدش اي مستخدم عادي مش هيلاحظ الفارق دوت. وكمان بالنسبه للبنشمارك فهي بتبقى مش شغاله كويس ما بين الاي او اس والاندرويد. يعني مثلا نظام تشغيل اندرويد واي او اس ما بتشتغلش بتناسق ما بين ده وبين ده. ممكن على اي او اس عشان اخف فتلاقي السكور اعلى، ممكن على اندرويد عشان هو اتقل شويه فتلاقي السكور اقل. لكن دوت مش بيديك معنى ان الموبايل سريع او بطيء غير في الاستخدام الحقيقي. اخر خبر معانا، ودوت اغرب خبر بقى ممكن نشوفه تقريبا، وحاسس ان الخبر ده مش متاكد منه قوي بس انا برضه هقول، وهو من شركه جوجل عن الجوجل بيكسل 3 اكس ال، واللي هو هيجي بشاشه بالعدد الجديد طبعا 18 الى 9 او 19 الى 9، بسبب ان في نوتش واخده كميه كبيره قوي من الشاشه. يعني النوتش دي هزمت ابل في النوتش، يعني ديت مش قطمه تفاحه، ده حتى اكل بعشم التفاحه. الموبايل فيه كاميرا واحده من الخلف، والنوتش الكبيره الموجوده في الشاشه دي عشان حاطين فيها 3 كاميرات. انا مش عارف ازمه الثلاث كاميرات دول، لو حد فيكم يعرف اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. الثلاث كاميرات دول ايه لازمتهم؟ هيكونوا عشان ايه؟ هيكونوا عاملين زي الايفون اكس مثلا، ايفون 10 انك تقدر تفتح الموبايل بوشك ببصمه وشك، ولا هيكون تلات كاميرات عشان العمق او الديبث اوف فيلد عشان يقدروا يعمل عزل، ولا لازمتهم ايه؟ قول لي في التعليقات اسفل الفيديو. وبكده هنكون خلاص الفيديو، اتمنى يكون عجبك. لو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل لايك لسبورت القناه. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل شير لكل اصحابك، تفعل زرار الجرس الصغير اللي جنب زرار الاشتراك دوت عشان يوصلك كل الفيديوهات. دي حاجه مهمه على فكره، فهتاكد انك تشترك. ما تنساش تعمل شير لكل اصحابك مره تانية تقريبا قلتها، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.